Yolla bina. ثانية يا شباب، ها؟ طيب هقول لكم حاجة تخلوها زي اسمكم، هتحلوا بيها عدد من الأسئلة كبير جدا وانتوا حاطين رجل على رجل. الـ ROI إيه؟ انا إيه؟ قلت حاجه لما رجعنا، أه لما قلت رجعنا أه انا لسه داخل قلت أه دلوقتي. قلت أه حاجة تيجي في الامتحان، مش هقولها تاني. طيب بص معايا، النهارده الار اي زادت صح؟ فبقى حسن عنده انسنتيف ياخد قرار بيبقى كونجروينت مع التوب مانجمنت. الار او اي عملت له مشكله، لما طلبنا بالار او اي ما رضيش ياخد استثمار. الريتيرن بتاعه اكبر من الريكوايرد ريت اوف ريتيرن بتاع التوب مانجمنت. فاهمين؟ المشكله ان لما حسن الكرنت ار او اي بتاعه بيبقى اكبر من المشروع نفسه، الاستثمار في المشروع ده بيقللوا الار او اي. فاهمين كده؟ تمام. وطالما خدها قاعده، طالما المشروع نفسه الريتيرن بتاعه اكبر من الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، فالاستثمار فيه حتما هيزود الار اي حتما. نقطة الدنيا؟ ايوه الله ينور عليك. يعني هو المدير لو لقاها مثلا 25% اللي هي المشروع، كان خلاص هيستثمر فيه، مفيش مشكله، لان هو هيزود له اللي هو الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، صح؟ يعني لو احنا عملنا مثلا، قلنا ان هو هيشتغل في المخدرات فيخش له 300 من المشروع ب 400، 75% اهو. حلو، هيزود طبعا. ايوه. لكن طول ما الريكوايرد، طول ما الريتيرن اللي بيجي من المشروع اقل من اللي حالي، فالمزيد في النيميريتور والمزيد في الدينيميريتور هيعمل انخفاض في الريشيو نتيجه ان ده اقل من ده. ايوه تمام. واضحه كده الفكره؟ تمام. طب يا دكتور، قرايه الار، قرايه الار اي هنا تبقى ايه؟ يعني انا يعني ال 142 دي معناها ايه؟ معناها ان انا الربح بتاعي اللي جاي من البيزنس يونت من عند المحاسبين بالاكروال اكاونتنج 310. حلو الكلام؟ تمام يا دكتور. جميل. انا النهارده كاداره عليا شايف ان انا رامي في مصر استثمارات ب 1400، لو حطيتها في حاجه بديله هتجيب لي 12%. فطول ما الاستثمار في مصر، طول ما الاستثمار في مصر، بقول ايه؟ سكر صح؟ قلت التوب مانجمنت هتاخد الاستثمار اللي في مصر ال 1400 وتضربه في الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اللي هي بتأمله من اي استثمار هي بترمي فيه فلوس، في الفلوس. فاهمين؟ يعني انت النهارده رامي 10,000 جنيه، قلت لك يا حسن اديني فلوس اتاجر لك بيهم. حلو؟ وانت عامل في حسابك ان الفلوس دي انا سايبها مع سامح، لازم يجيب لي مينيمم 12%. ماشي. فانا كسبت، جبت لك بي اند ال بتاعت محاسبين بالاكروال اكاونتنج، قلت لك انا كسبان 310. قلت لي انا مديك 1400 صح؟ ارغب في اللي ال 1400 دي بيجنريتوا ايه؟ انكم قد ايه؟ 12%. يبقى انا بيجي لي ريزيديوال انكم اكبر من يعني عايز اقول ايه؟ كل دولار ريزيديوال انكم انت فرحان بيه، لانه حقق لك الريكوايرد بتاعك. وصل الفكره؟ تمام. وصلت. تمام. تمام. هو مفهوم اقتصادي شويه، خلي بالك. يعني عايز اقول ايه؟ الرقم ده ملوش اي وجود في الدفاتر المحاسبيه. ده imputed cost، دي تكاليف ضمنيه. لقطت القصه؟ يعني انا محقق الار اي بتاعي، الار اي بتاعي وفي نفس الوقت او الار ار بتاعي وعليهم 142. تمام. انا النهارده قلت لك اديني 10,000 جنيه. انت ال 10,000 جنيه دول ممكن تحطهم في حاجه مالهاش اي ريسك هتجيب لك 12%. فهتكسبك في السنه كام؟ 1200 دولار. انا جبت لك البي اند ال بتاعت السنه، قلت لك انا كسبان 1100 دولار. حلو؟ كسبان، انا كسبان مش خسران.
فانت قلت انا هطرح من دول ال 10000 دولار في ده، هطرح منهم 1200. فانت تيجي تقول لا انا الاستثمار ده مش نافعني، يسيب لك في البي ام دي ال 1300. فتيجي تقول الاستثمار ده حقق لي المرغوب فيه وكمان بقشيش 100. دخلت معايا في مشروع ريسكي اكتر، انت مش هتستخدم 12 هتستخدم 20%. فهمت؟ طب يا دكتور اللي بيحدد الـ required rate of return التوب مانجمنت؟ طبعا وبسبيشالي مين يعني؟ لو شركه كبيره التريجري. بس دول التوب التوب اللي احنا مش بنشوفهم غير في الصور. ده دول حاجه لو بنتكلم على شركه زي مثلا اللي انا فيها دي، ادي ناس في حته ثانيه خالص. تمام. ولو في شركه صغيره ما حدش اصلا يشغل باله، والحمد لله كسبان. الكلام ده مش زي ما الار اي كانت فيه ميزه في البول كونجروانس. مشكلتها ايه بقى؟ انا اتصور امين ماسك الديبارتمنت ده وجمال ماسك الديبارتمنت ده، لو انا بقيم امين وجمال بالريزيدوال انكم مين احسن؟ باين جمال. الار او اي الار اي بتهمل الرقم جاي من انفستمنت قد ايه؟ نقطه الليله. انت لو تلاحظ ان امين جايب 15000 من انفستمنت 250، حاجه رهيبه كويس جدا، في حين ان جمال جايب 20 من مليون. فبتهمل النسبه والتناسب دي، فبتفيفور اللمسم الاكبر لانها دولار اماونت عن الايه من غير اللفت الانتباه بيجي من قد ايه انفستد. طيب هنحل لنا كام سؤال. انا دكتور لو ما عنديش الار ار ممكن استخدم ريت البنك مثلا؟ الانكريمنتال جرو جريد بيسموه، ممكن بس الشركات الكبيره ما بتعملش كده. ليه بقى؟ لان الشركات الكبيره بيبقى عندها اسهم، والاسهم ديت ليها حسبه بتحسب بيها تكلفه الاسهم، هتاخدوها بارت 2. تكلفه الاسهم اكبر من تكلفه الديون. انت عايز تقول للتبسيط كده مش شغال. بيقول لك الريكوايرد ريت اوف ريتيرن بيستخدم في الريزيديوال انكم عشان نقيم الاداء، ممكن نعرفه بايه؟ الريكوايرد ريت اوف ريتيرن ريكوايرد حاجه انت عارف سي طبعا التارجت ريتيرن عن طريق المانجمنت. يقول لك الريزيدوال انكم بيست ميجر از بيتر ميجر فور بيرفورمانس عن الار او اي. ليه؟ طب اقول له هذا يا دكتور. طيب بيقول لك هنا the problems associated with measuring the asset base are eliminated. عارف ايه معنى الكلام؟ انت عارف ايه معنى الكلام؟ ان مش الاسيت ده اللي هو الدينومينيتور اللي احنا قلنا لو صح كده، احنا قلنا لو لما بيزود الدينومينيتور دوت هو بيحاول يقل يعني يبعد عن. بص هو بيجنور اصلا الاسيت. لا 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 يميجر الاسيت يا جماعه مش قصده كده. احنا في حته لسه ندرسها حالا بتقول لك ايه؟ ايه المشاكل اللي بتواجهنا في استخدام الار واي والار اي؟ بيقول لك المشاكل مرتبطه بالديفرنت اكاونتنج ميثودز اللي بتستخدمها الديفرنت استراتيجيك بزنس يونتس. فلو امين وادي جمال، امين شغال فايفو وجمال شغال لايفو، هل البيز هيبقى واحد؟ هل الانكم هيبقى واحد بافتراض ثبات العوامل الاخرى؟ لا. فهمت؟ المخزون في الفايفو هيبقى فيه الرخيص ولا الغالي؟ لو الاسعار بتعلى الفايفو هيرقت فيه في الانفنتوري الرخيص ولا الغالي؟ رخيص. لا لا الفايفو الغالي هيسيب الفايفو فيرست ان فيرست اوت، يعني الخبز خرج فيها الرخيص الاول. ايوه هيسيب الغالي.
هيرقد فيه الغالي، في حين ان اللايفو هيرقد فيه الايه؟ رخيص. الرخيص. رخيص. نقطة لنا. ايوه تمام. لو امين بيشتغل اكسلريتد ديبريشيشن وجمال بيشتغل ستريت لاين، ادي فرق في الاصول الثابته بسبب التعامل الاخرى وهكذا. فبيقول لك ان الار اي هتتجنب مشاكل ان فرق الانفستمنت بين الاثنين. طب ما الاثنين فيهم انفستمنت، فدي ما تنفعش اجابه. مش تبقى بيها دكتور اللي هو هي دي بس يعني كده بس عشان ايه اف مش عايزه تفتح، ما اعرفش زعلانه دي ايه. تمام دي يا جماعه ديزايربل انفستمنت ديسيجن، يعني اللي هي حسن يروح يعمل investment في 17 ونص والنوب دي neglected بسبب ان هو عنده الار او اي النهارده 24. نوب دي neglected في الار اي فعلا، ودي من مزايا الار اي. تمام نقطه الليله. تمام تمام ولا تاني؟ هي neglected هنا معناها ايه يا دكتور؟ يهمني. طيب ممكن تكسبوا لنا كده الار اي في السريع؟ مو في السؤال. طيب الار اي عباره عن ايه؟ الانكم ناقص نسبه في المقام. ناقص نسبه في المقام الاسيت يعني. $30,000 لاتينو هتبقى دي. تمام دي. تمام مين الحاجات اللي بيألفوا الامتحان بيعشقوها؟ مزايا وعيوب الار او اي والار اي. طبعا الار او اي من اكبر ميزه ليها ان هي ايزلي اندرستود باي مانجرز، ومش عايز اقول لك وايدلي يوزد بشكل وهمي، وطبعا ينفع تقارن بيها امين مع جمال بسهوله. على عكس الار اي، الار اي بتعمل لنا مشاكل في المقارنه لان دايما بيبقى فيه ارقام كبيره بسبب ان الشخص عنده انفستمنت كبيره. فاهمين الكلام؟ ايوه ايوه تمام. لكن الار اي دي برضه يعني خلينا نتكلم بصراحه، ما حدش عارفها اصلا. انا زمان قبل ما اذاكر سي ام اي انا عمري ما كنت اسمع عن حاجه اسمها ار اي دي اصلا. هي مش مشهوره اصلا. يعني مش عمليه يا دكتور؟ صعب تطبيقها؟ مش مسألة صعب، يعني مش متداولة قوي، وميك سنس ما تبقاش متداولة قوي. عارف ليه؟ عشان هم لو قالوا لك انا بقارن البيزنس يونت في ايميا، ساوث افريكا ريزيديوال انكم 100، مصر ريزيديوال انكم 80، طب وبعدين؟ مش فاهم برضه. لكن على عكس الار واي يقول لك مصر بتجيب لي عائد على الاستثمار 12%، جنوب افريقيا بتجيب لي 15%، بس في سنس شويه. النسب النسب بتبقى نقطه الليله. تمام سواء بقى ار او ار او اي او ار اي، الاثنين بيركزوا جدا على الشورت تيرم فوكس، فبتيجي البالانس سكور كارد تحل لنا المشكله دي. واصله كده الفكره؟ من المشاكل المتجذره في الار او اي والار اي بقى على مستوى البراكتس ايه هو؟ الانفستمنت بيز ايشوز. ايه هو الحاجات دي انت محتاج تعرفها يعني سريعا، مش محتاج تعمل هنا ديجيت. مثلا المخزون، لو امين شغال فايفو وجمال شغال لايفو، خلي بالك اللايفو تخلي لك الكوكز عالي جدا فالانكم يبقى قليل. تمام. فالار او اي تبقى مضيعه، فما تيجي تقارن الاثنين ببعض تبقى فيها مشكله. الديبريشيشن اللي شغال اكسلريشن غير الستريت لاين. الاسيت كابيتاليزيشن بوليسي، انهي من فوق كام انت بترسمه وبتعتبره اصول ثابته مش مصروف، هيأثر جدا على الربح. هل بتستخدم الابزوربشن ولا الفاريبل؟ لو الاثنين مديرين بيستخدموا حاجات مختلفه هتأثر على الربح. لو انا عندي فاريانس برميه كله في الكوبز ولا بعمل له بروراتا على المخزون
لو الاثنين مختلفين هيأثر على الربح. احنا لو قعدنا نتكلم بقى ايه اللي ممكن يعني بزنس يونت يختلف عن الثاني هتلاقي حاجات كتير جدا. وصلت كده الفكره؟ تمام. طيب نحل بقى حبه حلوين كده ويبقى كده تمام قوي. هنحل من ال 200 معاكم من زمان 264 سؤال. طب هنبتدي من سؤال 119. اليونت ده يا جماعه يونت بالنسبه للفاريانس، يعني انت لو عملت في الفاريانس مذاكره بجنيه هنا هتعمل مذاكره بربع جنيه. خلاص ولا ايه؟ خطوبة الثانية يا باشا؟ يا ريفينيو سنتر. إجابة بي. الإجابة؟ ريفينيو سنتر. بي. تمام. طيب. معلش ليه بس؟ ايه؟ اه اه. الإجابة. أستاذة سارة مديرة التليكوميونيكيشن سيلز تيم، أدي البادجت بتاعتها كلها إيرادات، فأنت هتعتبرها ريسبونسبيلي سنتر إيه؟ للتكاليف؟ فاهم؟ لا لا إيرادات صح كده. إيرادات إيرادات. بس هو السؤال من كتر سهولته يخوف. طيب السؤال اللي بعده، طبعا انتوا نمتوا احنا بنقراها اه داخل بالي اه بس هو يعني بيسليك في الامتحان تسالي السنين. لما يجي لنا سؤال زي ده في الامتحان يا دكتور هنقعد نقراه كده ولا نعمل ايه؟ خلاص انت تقفل الجهاز وتنزل. لا طبعا لا طبعا ده سؤال مضمون 100%. انتوا واخدين بالكم المشكله فين؟ اه في تارجت وفي سكادول بس عايزه عندنا راجل سيلز ديبارتمنت قالوا ايه؟ قالوا راش اوردر صح؟ ومدير الانتاج هيعقر معاه لان طبعا هيلبسه في اوفر تايم فيخلي البادجت بتاعته ايه تبوظ. ايه افضل حل نعمله عشان نقدر نخلي الاثنين دول يحصل ما بينهم كوردينيشن؟ هتبقى ال دي اخر واحده يا دكتور دي الاجابه معلش انا سامع هتبقى الاجابه دي طبعا ان تشارج اوفر تايم حاجه ممتاز ده حل ممتاز يحصل في الشركه الله ينور عليك. اللي بعده بيقول لك الشركات زي ما قلت لكم بيحملوا علينا تكاليف من يابلس، فالتوب مانجمنت بتعمل كده لاسباب كتير الا ايه؟ الا ايه؟ حاجه مش منطقيه تماما. اخر
هقلي بي بي سي بي 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 الاجابه بي طبعا بي بيقول لك اكسبت اكسبت عمر ما يكون فيه ابدا احد اسباب الالوكيشن للتكاليف بتاعت الكومن كوست ديت اللي هي عايزه تخلي الراجل الغلبان اللي ماسك مصر يحط بريشر على الناس اللي بره يا جماعه يا ريت تكنترولوا تكاليف ده في ايه ده فين ده في اليس بلاد العجائب ده يروح على طول طيب تعالى ناخد حاجه كده هات 123 ايه من الكلام ده حاجه غلط على التي بي سي 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 يا مستر الاجابه هتبقى ايه يا جماعه معلش مش مركز معلش سي الاجابه سي الله ينور واضحه دي سهله يا رب يجي يا رب يجي الاسئله سهله طيب ما شاء الله 124 طيب عشان ننجز كده وما العيشه ما تأذنش بيقول لك الفابريكيشن اللي ماسكه امين عنده اكسس كاباسيتي ب 5000 ايه وحده الوحدات دي سعر السوق بتاعها 48 ليها سوق ولو عايز تبيع للزبون بره هتضطر تصرف 5 حلو الكلام الفاريبل كوست بتاعت امين 21 يعني كده معناه ان امين لو حب يتعامل مع الزبون بره داخل له كده كونتريبيوشن كام حد يحسب لنا كده 22 ناقص 27 26 يبقى كام 22 جه عمك جمال قال يا جماعه انا نفسي اشتري 4500 وحده حلو احمد جمال يعرف ينزل يجيبها من السوق بكام 46 جميل بيقول لك الالكترونيك اسامبلي اللي هو احمد جمال يعني فيلز ذات اف ذا فيرست اوتورنيتيف از برسيود A price concession is justified. قال لك لو انا هشتري من امين المفروض يعني ياخدوا خاطر من ده ويقللوا الثمن. ماشي؟ تمام. انا هسالكم سؤال. طبعا هو السؤال سهل جدا، طب انتوا حلوا السؤال وبعد كده نتناقش فيه. لان هو سؤال عبيط. بس انا يعني خلينا نبين الصورة فيه. السعر التحويلي المفروض يستخدم، هل استبلش باي توب مانجمنت؟ لا. لا هل يبقى يتعمل اربيتريشن كوميتي يحدد السعر؟ لا لا, لا طبعا لا. هل نعمل نيجوشيشن ما بين الفابريكيشن والاسمبلي ديفيجن ولا نحط سعر بيساوي البرايس ذات وود بي تشارجد اف ذا فابريكيشن هاد نو اكسس كاباسيتي دي عارفين ايه المعنى؟ دي عارفين ايه معناها اصلا؟ معناها ايه يا دكتور؟ هحط سعر تحويل وكان امين شغال بالفول كاباستي، هل ده ينفع؟ راجل اصلا عنده اكسس كاباستي احط سعر كانه هيخسر زباين؟ لا طبعا لا طبعا فانا مؤكد هحط سعر تحويل عباره عن ايه؟ يبقى سي يا دكتور نيجوشيشن عارفين يا جماعه اقل حاجه اقل حاجه 21 واقل حاجه الله ينور عليك اقل حاجه ايه؟ 21 واكتر حاجه ايه؟ 48 46 اللي هو اشتري بيها 46 اه طول الليله يعملوا بقى نيجوشيشن في الحته 45 45 يعملوا نيجوشيشن في الحته دي
سؤال تاني. ايوه هو ده نفس الجيفنز بس السؤال بيقول ايه بقى؟ تو اوبتمايز الاوفرول جولز بتاعت الشركه ايه المينيمم برايس اللي ينفع نستخدمه؟ اقل سعر اللي ما ينفعش ننزل تحته 21. تمام. طيب نرجع لموضوع حسن. نرجع للموضوع مين؟ حسن. ماشي؟ تمام. مش عارف هو السؤال ده بتاع حسن ولا مش بتاع حسن، بس تعالى نشوف. الشركة دي بتستخدم عندها several division وبتقيم الأداء باستخدام الإنكم. حلو؟ تمام. اه لا 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 مش ده، ده سؤال ترانسفير برايس عادي ده. حلو ده. أول ما ندور على السؤال التاني. أرى معاكم ولا واضح؟ الشركة قالت أي internal sale هيبقى عبارة عن التكلفة عليها 10%. حلو. الريد ديفيجن اللي هو جمال نفسه في كم وحدة يشتريها من جرين؟ 10,000. النهاردة جرين ده بيتعامل مع الزبائن بره بيحط قد ايه مركب؟ 60%. The corporate policy will encourage the green division to ايه بقى؟ هتشجع امين على ايه بقى؟ دي الاجابه ايه يا شباب؟ دي يا دكتور الاجابه؟ الإجابة تبقى إيه؟ دي transfers the product. ممتاز. الإجابة دي هتقول لي إيه؟ هتقول لي جرين إدي لأخوك، إدي لأخوك الرد لو ده مش بيريكواير منك اللي أنت إيه؟ تخسر زباين برة، لأن الشركة بتقول لو هو إدي لأخوك هيحط 10% مركب بس. فواضح جدا إن التعامل مرة أفيد للشركة ككل. وصل الفكرة؟ واضح يا جماعه الكلام ولا الكلام مش واضح؟ يعني كان عنده يعني اكسس كاباسيتي ايه؟ يعني كان عنده يعني مفيش انيوز كاباسيتي. هو اصلا بص بص الطريقه دي من التاليف طريقه سؤال مفتوح. يعني الكلام يعني النهارده هو مش قايل لك بس بيقول لك ايه من الجمل دي صح؟ فهمت الكلام؟ يعني هو بيقول له انت ما عندكش زباين يعني ادي لاخوك صح مش صح كده ولا ايه؟ بيقول له هتتخلى عن زباين. ايوه مش هتتخلى عن زباين. لو مش هتخسر زباين بيع على ال 10% احسن من ما فيش. ايوه دي الفكره. طيب نرجع بقى اجيب لكم سؤال كده يعني حلو قوي اللي هو بقى بيفكرنا بالبروجكت بتاع ال 17.5%. ماشي؟ اهو يلا ده السؤال بقى اللي هو معتمد على الفكره دي. الفكره دي الفكره دي مهمه جدا جدا جدا. اقولها لكم تاني ولا خلاص؟
طيب مستر معلش معلش تاني الحتة بتاعت اللي هي الابجريد دي ولما النسبة عليت. حاضر ركز معي. النهاردة حسن قاعد الحمد لله بيقبض البونص بتاعه والانفستمنت اللي ماسكه في مصر بيدخله 24%. تمام. جاله فرصة استثمارية يعمل ابجريد في فيكسد اسيت هيكبر له الانكم ب 70 فيوصل له 310 وبس هيرمي استثمار ب 400. فالاستثمار ده من وجهة نظر الإدارة العليا استثمار مربح والمفروض حسن ياخده لأنه بأكبر من الـ 12%. تمام. حسن بص لمصلحته الشخصية لقى إن الاستثمار ده أما يزود له الإنكم والاستثمار تحت هي إيه؟ هيقلل له النسبة بتاعته فالبونص يقل. فطريقة الـ ROI لو أنا بقيم بيها حسن، حسن هيرفض المشروع ده. في حين بقى إن الـ ROI في ظل الوضع القديم بيخش له 240 والمانجمنت عايزه من ال $1,000 الاستثمار اللي عنده 120 بس، فما يزود انكم ب 70 ويضرب الاستثمار الجديد ال 1400 في اللي الاداره العليا عايزاه الار اي زاد. فلو هو بيتقيم بالار اي هيقبل المشروع. وصلت؟ اه تمام. احنا بنقول ايه؟ خدها قاعده، طول ما المشروع بيدخل عائد اكبر من الاداره العليا عايزاه واقل من اللي الشخص بيحققه فالشخص هيرفضه طالما بيقيم بالار او اي وهيقبله طالما بيقيم بالار او اي. البق اللي انا قلته ده هو الموضوع كله. تمام وصلت كده. تمام يا مستر. نحل بقى السؤال الجميل. Expected rate. دي يا دكتور الإجابة ودي دي ممتاز. دي دي ممتاز. واضحة كده الفكرة يا شباب؟ وهنا دكتور المقصود بالكوست اوف كابيتال ايه؟ الريكوير ريت اوف ريتيرن ال 12%. كوست اوف كابيتال. ماشي يا دكتور. واضحه كده الفكره؟ تمام. طيب احنا محتاجين من سيادتكم بقى تعملوا ايه دلوقتي؟ انا شايف ان الشرح اللي اتشرح ده لو انت خلاص مدركه كده تخش تحل على طول. تمام. خلاص هنحل على يونت 12 كله. جميل كده؟ الكلام ده المفروض ياخد منك وقت قد ايه؟ يعني لو دخلت كده شربت لك كوبايه قهوه وقعدت تحل وتخلص يبقى الحمد لله تخلصنا من اليونت ده. اليونت ده سهل جدا. اللي يفهمه خلاص خلصت الليله فيه. مش لك وعدك. مش زي الفاريانس اقعد اقول لك ذاكره اسبوع وما اوعى تحل. لا لا الكلام مش هنا مش كده خالص. كلام فارغ اصلا. ريسبونسبيلتي سنترز ومش عارف ايه. ماشي الحال؟ ماشي يا دكتور. طيب المره الجايه هناخد ايه؟ المره الجايه هناخد هنبتدي في الفور. ماشي الحال؟ هبعت لكم دكتور. الو معاك يا احمد الثاني. يا دكتور هو احنا كده خلصنا يونت كام؟ 12 يا حبيبي. 12 من الاول للاخر. انا عارف ان احنا كل خلصناه من 4 ل 7. تمام. انا كده هعد على القديم. اصبر اصبر بقى خليني اعد لك على اليونتس الجديده بتاعت بلايم اللي هي 16 يونت. الكوست اكاونت من 5 ل 8. حلو ماشي تمام. والبادجت 9 زائد 10
اللي هو ايه فاضل لنا فيه توب ليفل بلاننج، وبعد كده الفاريانس 11، وبعد كده الريسبونسابيلتي 12، وبس كده. حلو، يبقى فاضل لنا من 1 ل 4 فار، ومن 13 و 14 انترنال كنترول، و 15 و 16 سيكشن اف الجميل. واضحه كده الفكره؟ تمام. بارت ما شاء الله عليه، قعدتوا متاخرين. تمام. انتوا عارفين البارت ده وانا بشرحه في 2014 كان ما فيهوش من 1 ل 4 ولا كان فيه 15 و 16. تخيلوا بقى، كانت السي ام اف اسرع بسرعه. طيب معلش انا في دايما حاجه ملخبطاني، يعني ايه الفرق بين المانجمنت باي اكسبشن والمانجمنت باي اوبجكت؟ حضرتك قلتها في اول السيشن خالص. بكل بساطه يا حسن، انت النهارده لو بتعمل في شركتك فاريانس اناليسز، ايه المفروض لو شركه اخده بالها من الدنيا ماشيه ازاي؟ تبعت ايميل ليك تقول لك يا حسن اي فاريانس اكسيد كذا اكتب لي كومنت. لو هي ما قالتلكش كده هتسحلك، صح ولا لا؟ صح. الشركه في الحاله دي لو قالت 10000 دولار فيبقى مانجمنت باي اكسبشن، اي بالنسبه لها اي فاريانس فوق ال 10000 دولار ده يعد اكسبشن ولابد من تحليله ولابد من ان انا اخلي المحاسبين يبذلوا مجهود فيه. فهمت الكلام؟ تمام. فعشان كده الفاريانس اناليسيس يستحسن تلتزم بالمانجمنت باي اكسبشن طبعا. طيب انا النهارده بقى في الريسبونسابيلتي اكاونتنج عندي مدير ماسك مصر، واحد ماسك جنوب افريقيا، واحد ماسك مش عارف ايه، هل ينفع اعملهم بالمانجمنت باي اكسبشن؟ طبعا لازم احط له تارجت. بحط له تارجت بقول له خلي بالك انت في مصر الار او اي بتاعتك 12%، انت الار او اي بتاعتك 15%، انت الار او اي بتاعتك كذا. اوبجيكتيف يتحط له، وهو في نهايه السنه ابتدي بقى اشوف الاكشوال فيرسس اللي عمله، الاكشوال فيرسس البادج بس. فبدير محمد وبدير ابراهيم باي هيز اوبجيكتيف. تمام. ده كل ما الصوره لما ابعد اكتر او كل ما الصوره تبقى اكبر، كل ما تطلع في التايتل قصدك. اوكي تمام ماشي يا دكتور. ماشي يا جماعه، نشوفكم على خير. ميعادنا ان شاء الله الجمعه الجايه. البلان بتاعتنا ايه؟ البلان بتاعتنا هنشتغل على الفار على اول ثلاث لينكات، يعني احنا المره الجايه خلونا ناخد من الفار يونت 1 كله الا الريفينيو ريكوجنيشن، ماشي، زائد الانفستمنت. ماشي الحال كده؟ دكتور معلش، الحاجات اللي هنحل عليها من التارجت ارقام الحاجات ايه معلش عشان نسهل على نفسنا يعني؟ لا هو يونت 12 كله. هو مترقم اصلا 12 صح كده في التارجت المفروض. شكرا. لو يا ريت حد يبعت لنا الفيديو اللي فات متقطعه بتاع جون 12 على الواتساب عشان انا لو شفت حاجه مختلفه اقول لكم. خلاص يا دكتور، بالنسبه للي هو المحاضره الجايه ان شاء الله في فيديوهات مثلا نشوفها قبل المحاضره؟ طبعا هبعتهم حالا. طبعا هبعتهم حالا. ماشي تمام. تمام يا دكتور. ماشي ماشي، جزاك الله خير يا دكتور. ماشي يا دكتور. ايه يعني ايه؟ ايه حصل؟ التارجت بتاع ليفل 12 بس او يونت 12 ده هنبعته دلوقتي على الجروب حالا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام يا شباب. سلام يا باشا، اتفضل. مع السلامه. مع السلامه يا شباب.